التحليلية من الميادين. عملية ربيع النصر تحرر 3200 كيلومتر مربع في مأرب وشبوة. الخناق يشتد على مأرب، هل يستطيع التحالف السعودي تجنب خسارتها؟ أردوغان يأمر بطرد 10 سفراء لدول غربية دعوا إلى الإفراج عن ناشط تركي معارض. ماذا في خلفيات قرار أردوغان وما هي تداعياته على علاقات أنقرة مع أوروبا والولايات المتحدة؟ المناضل جورج إبراهيم عبد الله 37 عاما في الأسر الفرنسي. لماذا تقفل فرنسا الأبواب على المناضل عبد الله؟ ولماذا يسكت القضاء اللبناني؟ وفي قضية اليوم الدول العربية ودمشق. مسؤول سوري كبير يتحدث للميادين عن الانفتاح العربي على دمشق. عودة تدريجية بعد عشرية الحرب. ما المبررات وما موقف واشنطن وما موقف سوريا من التطبيع؟ ثلاثة ألاف ومائتا كيلومتر مربع في محافظتي شبوة ومأرب حررتها القوات اليمنية، وخسائر بالعشرات إن لم يكن بالمئات لقوات التحالف السعودي والآليات العسكرية والمعدات. والأهم أن الجيش واللجان الشعبية صاروا على أبواب مدينة مأرب، والخناق على قوات التحالف السعودي هناك يشتد بقوة. 3200 كيلو متر مربع كما هو واضح أمامنا في الخارطة. هذه الخارطة تبين المساحة الجغرافية التي تم السيطرة عليها. هنا مديرية العبدية، هنا مديرية حريب التابعة لمأرب، وكذلك أجزاء من مديرية جبل مراد وأجزاء من مديرية الجوبة. الآن بفضل الله أصبح المجاهدين بالقرب من مركز مديرية الجوبة، وكذلك على مشارف مدينة مأرب في تقدم استراتيجي كبير. أيضا هنا مركز مديرية عين، وكذلك مديرية حريب، مديرية بيحان، وكذلك عسيلان. كل هذه المناطق أصبحت بفضل الله تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية خلال هذه العملية. مقتل وإصابة وأسر 1840 من مرتزقة العدوان، منهم 550 قتلى أو من القتلى، و 1200 مصابون و 90 أسيرا. بين القتلى قيادات مما يسمى داعش والقاعدة. للمزيد ينضم إلينا محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر. شارل، أهمية الذي تم تحقيقه بربيع النصر. نتكلم معركة ربيع النصر الجغرافية 3200 كيلومتر مربع، هذه مساحة تعتبر مهمة أساسية خاصة أنها على أبواب مأرب. نتكلم الآن عن الجبهة الجنوبية أو الجنوبية الغربية بالكامل لمأرب، أصبحت محررة، تم قطع الامتداد بالكامل عن الجنوب، وهذه نقطة أساسية لمعركة المدافع عن مأرب باتجاه الساحل، باتجاه عدن، باتجاه المكلا، باتجاه جميع المناطق التي ما زالت تحت سيطرة العدوان ومرتزقته. النقطة المهمة في هذه المعركة أيضا علا أننا بدأنا نتكلم عن أن ليس فقط الجغرافيا هي تتلاشى، نتكلم عن عديد يتناقص وعن عداد يتناقص، وهذه نقطة تخسر العدوان في معركة المدافع عن مأرب. هو لم يعد يستطيع أن يحافظ على جهوده التي هو يحتاجها لاحقا في معركة المدافع الأخيرة على أبواب مأرب. وانطلاقا من هذا الموضوع، المديريات التي تحررت هي بالأساس ربما الجهود التي كانت متمركزة فيها أو منتشرة فيها هي أصعب أو أكثر قوة من ما يتمركز في مدينة مأرب، لأن هي تشكل المدافع الاستباقية عن مأرب، فيها جبال وفيها مناطق صعبة جغرافيا، والتي هي تستطيع أن نقول أنها هي المعتصمات القوية الدفاعية. المدينة هي أسهل بكثير، نستطيع أن نقول أن هذه النقطة الأساسية في هذه المديريات، مديرية الجوبة، مديرية حرايب ومديرية عسيلان، جميع هذه المناطق هي كانت من الأقوى تقريبا. النقطة المهمة أيضا أن الفصائل أو المجموعات المتشددة داعش والقاعدة بدأت أيضا تنهار، لأنها كانت في المعاقل الأخيرة لها هذه المديريات التي تحررت بعد أن تم طردها من محافظة البيضاء في المعارك السابقة. نقطة أخرى تضاف إلى هذه الأهمية هي أهمية ميدانية واستراتيجية،
أن الجيش واللجان الشعبية استطاع إقناع القبائل في المعركة. هم خرجوا من معركة المدافعة مع العدوان، والآن هم في جانب الجيش واللجان الشعبية في هذه المعركة التحررية بالنسبة لمدينة مأرب. قاسم عز الدين، محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية، ما هي أسباب عدم تحرك القيادات في جنوب اليمن لوقف الحرب وبالتالي التسوية مع الشمال؟ يعني هذا يدل على حجم الارتهان الغير مفهوم، ولم يحدث سابقا في أي مكان. يعني سوى ما نراه اليوم، هو كأن القيادات تعيش في مستنقع آسن، لا تزال تتحدث عن الشرعية، لا زال تتحدث عن قرارات المجلس الأمن والأممية وإلى آخره، بنفس الوقت الذين يذبحون بعضهم من الوريد إلى الوريد ويدمرون ما تبقى من حضارة الجنوب ومن مقومات الحياة في الجنوب حتى باتت عبثا أشبه بأثر بعد عين. مع ذلك الأمم المتحدة نفسها على لسان مبعوث الأمم الجديد ينطق باسم الدول التي شنت العدوان بأن ما كان قبل انتصارات الجيش واللجان الشعبية قبل مأرب، هذه الانتصارات تلغي ما كان متفقا عليه بين هذه الدول بأن تعود إلى القرارات إلى آخره. ولهذا من المفترض بديهيا بحد أدنى من الحس الوطني أن يمدوا أيديهم للتسوية مع اللجان والجيش اليمني في الشمال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل من اليمن ومن الشعب اليمني ومن مقومات الوحدة في اليمن. أعود إليك شارل، بماذا تتميز العمليات الأخيرة وكيف هي تحضر للعملية الكبرى؟ طبعا نحن هنا نتحدث عن تحرير مأرب، وإلى أي مدى التحالف قادر على تجنب هذه الخسارة؟ العمليات الأخيرة، منذ بدأ الجيش واللجان الشعبية يتقدم ويضغط باتجاه مأرب منذ أن حرر منطقة صرواح، يعني نتكلم عن المسافة تتجاوز 200 كيلومتر عن المدينة، وهو بدأت عملياته تتميز بالشمولية. هو يسيطر على مساحات شاسعة، أيضا تتميز بالسرية، لا يعلن عن العملية أو لا يصرح عنها إلا بعد انتهائها، والعملية تأخذ وقتا لأن هذا الموضوع يعمل على الأسر، على أسر أكبر عدد ممكن. نحن نلاحظ أن الأعداد للأسر تتزايد، نلاحظ أن أعداد خسائر العدوان تتزايد، والأهم أيضا أن الجيش واللجنة الشعبية يعمل مناورة متكاملة لمحاولة الحصول على عتاد، وهذا العتاد دون تدميره هو الذي يساعده في العملية اللاحقة، وهذا ما نشاهده في المديريات الآن التي تم تحريرها مؤخرا في عملية ربيع النصر. الذي يواكب هذا الموضوع أيضا أنه بدأ يستعمل يعني أسلحة الدعم أو دعم القتال بشكل جد متطور، بالإضافة يعني أشار العميد السريع في مؤتمره الصحفي اليوم، بالإضافة للعمليات النوعية في الطيران المسير والصواريخ الباليستية والدفاع الجوي، هذه العملية داخل اليمن في المناطق التي تم تحريرها، هذه العمليات تتواكب أيضا مع عمليات مماثلة على مناطق جنوب السعودية، المناطق التي تستهدف المطارات، وهذه نقطة مهمة. يقوم التحالف في هذه الموضوع في هذا الموضوع بأنه من غاراته الجوية يحاول أن يدافع عن مأرب، تأتي الصواريخ وتأتي الطائرات المسيرة في الداخل السعودي لكي تسيطر على هذه القدرات الجوية وتضعف قدرتها في الدفاع. هذه نقطة مهمة أساسية في هذه المعركة الآن، والتي ميزتها عن المعارك الأخرى منذ بدايات العمليات التحرير منذ سنتين على الأقل إلى الوراء. 10 سفراء بينهم سفراء دول عظمى كالولايات المتحدة وفرنسا أمر أردوغان بطردهم من تركيا، والسبب مطالبتهم بإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا. ينطلق أردوغان في موقفه هذا من منطلق رفضه للتدخل الغربي في شؤون تركيا واحترامه لسيادة بلاده، لكن اتهامه لكافلان بأنه يمثل فرع سورث يطرح أسئلة حول دعمه هو بنفسه لعدد من ثورات سورس الملونة في البلدان العربية.
عثمان كافالا رجل الأعمال التركي والناشط البارز المحتجز في السجون التركية منذ أعوام، عنوان توتر وأزمة دبلوماسية بين أنقرة والغرب. فعقب صدور بيان مشترك لسفراء 10 دول أوروبية يدعو إلى تحقيق العدالة وإلى تسوية عادلة لقضية المعارض التركي، رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منسوب التوتر حين عد السفراء 10 غير مرغوب فيهم في بلاده. جاء 10 سفراء إلى مقر خارجيتنا من أجل عثمان كافالا. هنا تركيا وليست دولة قبلية لتصدر لها التعليمات. لقد أصدرت تعليماتي للخارجية باعتبار السفراء 10 أشخاصا غير مرغوب فيهم فورا. اعتقل عثمان كافالا بتهم تتعلق بتمويل الاحتجاجات الشعبية عام 2013 والمشاركة في أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016. وبعد 4 سنوات من الاحتجاز وجه المجلس الأوروبي إنذارا أخيرا إلى تركيا لتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طالبت بالإفراج الفوري عن كافالا. التصعيد المتبادل بين الطرفين وتفعيل الأزمة السياسية، ثمة من يرى أن لهما علاقة بالوضع الداخلي في تركيا. افتعال الأزمة الدبلوماسية مع الغرب وأمريكا يهدف إلى الهروب من الوضع الداخلي في تركيا. الوضع الاقتصادي المتردي والتوتر السياسي يريد إردوغان عبرهما الهروب إلى الأمام، وجعل الأتراك يقفون إلى جانبه في أزمة مقصودة مع الغرب من خلال الإشارة بطرد السفراء 10 للدول الأوروبية. التلميح بطرد السفراء الغربيين رسالة سياسية تحمل في طياتها أهدافا داخلية تقول المعارضة. ومهما كانت مضامين الرسالة من وراء التلميح بطرد السفراء الغربيين من تركيا، فالواضح أن هوة الخلاف بين الطرفين تتوسع، ولا سيما بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والعمل الديمقراطي. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. وإلى محلل الميادين للشؤون التركية والأفغانية محمود واثق، بأي إطار يفهم محمود هذا التهديد بالطرد؟ وأيضاً بأي إطار تفهم هذه التعليمات بعدم الرغبة بهم؟ طبعاً موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الموقف التصعيدي باتجاه السفراء 10 الذين طالب بطردهم أو باعتبارهم أشخاص غير مرغوب فيهم في تركيا، جاء بعد أن أصدروا هؤلاء السفراء بياناً مشتركاً طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن المعارض التركي عثمان كافالا الذي يحتجز في تركيا منذ 4 سنوات على خلفية تهم موجهة إليه بتمويل التحركات أو المظاهرات الشعبية في 2013، بالإضافة إلى التورط أو المشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة في 2016. أردوغان يرى بأن تصريح أو بيان للسفراء الغربيين يعتبر تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتركيا، وتدخل أيضا في مسير القضاء التركي الذي يعتبره مسير مستقل في تركيا، وبالتالي وجه إنذارا لهؤلاء السفراء بأنه سيتم طردهم إذا لم يفهموا تركيا وإذا لم يفهموا شغلهم في تركيا. هذا التصعيد جاء على خلفية تصريحات أخرى أيضا صدرت من بعض المؤسسات الأوروبية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن المعارضين السياسيين. هنا يقول أردوغان بأن تركيا لا يحق لها أن تتدخل في دول أخرى في أوروبا، وبالتالي يطلب أيضا من الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. شارل أبي نادر، لماذا تضع نفس الدول الغربية دائما المدافع عن المعارضين سواء بتركيا أم حتى بروسيا؟ وهل من مصلحة أمنية أو حتى استراتيجية في التدخل الآن بالشؤون التركية الداخلية؟ طبعاً. هذه الدول هذه الدول هي كما نلاحظ يعني من أسمائها هي لديها ملفات اشتباك يعني تقريبا مع تركيا بأغلبها. هناك ملفات لدول الناتو
موقف يعني تركيا الآن المتميز تقريبا عن الناتو بالنسبة للعلاقة مع روسيا وبالنسبة لشراء أسلحة من روسيا، هذه نقطة أيضا يعني حساسة بالنسبة لهذه الدول. موقف الاتحاد الأوروبي أو أغلب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي أيضا في ملف الاشتباك مع تركيا واتهامها بإدخال اللاجئين إلى أوروبا بشكل عام. موقف هذه الدول أيضا في العلاقة أو الضغط في شرق المتوسط بالنسبة للغاز بين اليونان وبين تركيا، جميع هذه النقاط تجعل هذه الدول تحاول الضغط غير المباشر أو المباشر على تركيا. تعتبر أن ملف الضغط في الأمور الداخلية في حقوق الإنسان دائما تذهب باتجاه هذه النقطة، قد يربحها في هذه الملفات الضاغطة على تركيا. الأهم في الموضوع أن تركيا أيضا الجميع يحاول أن تكون بجانبه من ناحية سياسية، لأن الجميع يتابع أن لتركيا موقع جغرافي جد مهم، هو مؤثر في الشرق الأوسط، هو مؤثر في آسيا الوسطى، في أفغانستان، في جنوب القوقاز، جميع هذه النقاط أيضا بالإضافة لموقعها الديموغرافي القادر على التأثير في دول تابعة للاتحاد السوفيتي سابقا أو في دول بالشرق المتوسط تقريبا في هذه المناطق. جميع هذه النقاط أو الامتيازات التي تتمتع فيها تركيا بموقعها الجغرافي تجعل هذه الدول تحاول أن تضغط عليها أو أن تضعها إلى جانبها في السياسة داخل هذه الملفات تقريبا. أعود إليك محمود واثق، إلى أي مدى يمكن أن يذهب أردوغان بتهديده هذا، وما العلاقة مع ما يجري في الداخل التركي وطبعا التأثير على العلاقات مع هذه الدول؟ يعني هي رسالة قوية من قبل أردوغان، رسالة تصعيد وتحذير للأوروبيين، خاصة أن أردوغان دائما يعتبر أن البقاء في موقع الهجوم أفضل من الدفاع، وبالتالي هناك لقاءات مرتقبة بينه وبين عدد من زعماء الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ربما خلال الفترة المقبلة، وبالتالي أراد أن يكون في موقع الهجوم من خلال هذا التصعيد ومنع التدخل الأوروبيين في الشؤون الداخلية لتركيا. كذلك لهذا التصريح هناك علاقة لما يجري في الداخل التركي، الوضع الاقتصادي وتراجع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما سبب في استياء كبير لدى الشارع التركي، وبالتالي أطلق الرئيس التركي بهذا التصريح القوي لأنه يعرف حساسية هذا الموضوع والتفاف الشارع التركي حول أي مواجهة حتى لو كانت سياسية أو كلامية مع الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل هذا التصريح أيضا كان هناك تصريح آخر له بشأن عمل عسكري وشيك ربما في شمال سوريا. كل هذه الرسائل تعتبرها المعارضة التركية وأيضا كثير من الخبراء بأنه هروب للأمام والتنصل من المشاكل الداخلية في تركيا، لكن هذا لا يعني بأن أردوغان ليس جادا فيما يقول، هو جاد فيما يقول خاصة إذا ما يتعلق الأمر بالتدخل في الشؤون الداخلية التركية من أي طرف كان من الدول الأوروبية أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. المناضل جورج إبراهيم عبد الله 37 عاما في الأسر في السجون الفرنسية، 37 عاما وباريس ترفض فتح أبواب سجنها لحرية عبد الله، لماذا يا ترى وأين القضاء اللبناني من قضية عميد الأسرى في السجون الأوروبية؟ بحلول 24 من تشرين الأول أكتوبر تكتمل السنوات 37 لكفاح المناضل جورج إبراهيم عبد الله داخل سجون من يتغنون بالحريات وحقوق الإنسان. 37 سنة وما زال اللبناني الفلسطيني الأممي يرفض أن يندم أو أن يساوم، مقاوما على طريقته سيبقى بعدما مر أكثر من عقدين على انتهاء محكوميته، وما زالت فرنسا رافضة للامتثال لقانونها هي والإفراج عنه. موقفه يلخص مبدأ راسخا لأقدم أسير سياسي في فرنسا وأوروبا، أسير وليس موقوفا أو معتقلا كما يقول أصدقاؤه وأقاربه وحقوقيون. لم يستطع إلا أن يسلك مساراً أملته عليه الإساءات لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد فلسطين، فلسطين التي رفضت التوقيع على التخلي عن قضيتها أو الاعتذار عن ماضيه، بعد أن رفض الإفراج الذي يطالب به منذ عام 99 عشرات المرات، ما يجعل منه رهينة لتواطؤ فرنسا مع الولايات المتحدة وإسرائيل والازدواجية معاييرها في مقارباتها للحرية والمساواة والعدالة.
ورغم هذا التحامل الغربي لم ينحني بل يواصل التضامن ولو بالإضراب عن الطعام مع العديد من السجناء السياسيين ولا سيما الفلسطينيون، حيث إن كفاحه مرتبط ارتباطا وثيقا بهم وبقضيتهم التي تعرف إليها في مسقط رأسه لقبيات شمال لبنان. أراد بهذا الطريق اختيار النضال ورفض نعته بالمجرم، يمضي حتى اليوم في طريقه ويرافقه من الخارج آلاف ممن يناضلون لحريته، ليس آخرهم هؤلاء الداعمون أمام سجنه الفرنسي المناهضون للإمبريالية والاستعمار والمنتصرون لمبدأ المقاومة من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي ضد أوهام التسوية والاستسلام. بالتوازي مع دعوات 400 شخصية عالمية في ميادين السياسة والثقافة والجامعات والعلوم في بيان مشترك لبذل المزيد من المساعي لإنهاء أسري عبد الله. قاسم عز الدين، لماذا تغلق فرنسا أبواب السجن على حرية عبد الله؟ وأيضا لماذا تنصاع للأمريكي والإسرائيلي؟ يعني جورج إبراهيم عبد الله عندما أنشأ الألوية الثورية اللبنانية كان ذلك بعد غزو إسرائيل واحتلال بيروت وبعد مجازر صبرة وشاتيلة. هذا هو الجو الذي أنشأ به جورج إبراهيم عبد الله الألوية الثورية، وعندما اعتقلته الحكومة الفرنسية لم يكن لديها أي إثبات أو أي دليل لاعتقاله، فوجهت إليه التهمة بتهمة حيازة أوراق غير ثبوتية. لكن على الجانب الآخر لاحقته الموساد في مدينة ليون الفرنسية بالتعاون مع أتباعها وعملائها اللبنانيين، ومن ثم جاء الدور الأمريكي كما صرح وأوضح محامي جاك فيرجيز والمحامي الآخر محامي المرحوم أنيس النقاش أنطوان كونت، وكما أصر وزير الخارجية الفرنسي أثناء اعتقال جورج إبراهيم عبد الله ومحاكمته في بيروت إلى الأستاذ غسان بن جدو، وأوضح أن كونداليزا رايس كانت تتدخل بشكل مباشر عبر وثائق ترسلها إلى المحكمة، وبناء عليه تم اتهام جورج إبراهيم عبد الله بكل التهم المتهم بها. ومع ذلك انتهت محكومية جورج إبراهيم عبد الله بال2003، لكن المدعي العام الفرنسي رفض الانصياع للقضاء الفرنسي، والشيء بالشيء يذكر عندما تكون محكمة سياسية يخضع القضاء حتى في فرنسا للقوة العظمى وللتدخل السياسي الأمريكي، وهكذا كان وهكذا أوضح المحامي فيرجيز وأوضح وزير الخارجية الذي كان يطلع على الوثائق المرسلة من المخابرات والدبلوماسية الأمريكية إلى المحكمة الفرنسية التي لا تزال حتى الآن تنصاع إلى وصاية أمريكية في ملف جورج إبراهيم عبد الله. واثق أعود إليك، هناك عشرات المعتقلين السياسيين في السجون التركية، الحكومة التركية كيف تتعاطى مع المطالبات بالإفراج عنهم؟ يعني ربما إحدى القضايا أو الملفات الخلافية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أيضا المنظمات الحقوقية والإنسانية في أوروبا وفي الغرب بشكل عام، هي قضية المعتقلين السياسيين في تركيا. نحن نتحدث عن عشرات هؤلاء المعارضين السياسيين يقعون في السجون التركية بتهم مختلفة، بتمويل الإرهاب أو الارتباط بالتنظيمات الإرهابية المصنفة لدى أنقرة بأنها تنظيمات إرهابية. أيضا عدم الانصياع للقرارات، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق صراح هؤلاء المعارضين، وأيضا بينهم صحفيين وخبراء ومحللين سياسيين. هذه نقطة خلافية تصعيدية بين تركيا وبين المنظمات الحقوقية والمنظمات المجتمع المدني في أوروبا بشكل عام. تركيا تقول بأن هذه مسألة داخلية تتعلق بقضايا داخلية في تركيا، وأن القضاء التركي مستقل في اتخاذ قرارات بحق هؤلاء الذين سبق
كما تقول تركيا تورطهم بالأعمال الإرهابية أو غيره من الأعمال، وبالتالي لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية. هناك انتقادات أيضا حتى من الداخل التركي، من المعارضة التركية التي تطالب بعدم التضييق على المعارضة والرأي الآخر، لكن الحزب الحاكم يبدو أنه ماض فيما يعتبر بأنه تدخل في شؤونه الداخلية وعدم السماح لأي طرف بهذه القضية. أنهي مع قاسم عز الدين، لماذا يسقط القضاء اللبناني؟ يعني في حقيقة الأمر القضاء اللبناني والدولة، الحكومات وكل الدولة لم تتحرك. أول مرة تلفظ الرئيس مئاتي ب 2012 بقوله أن القضية أصبحت قضية إنسانية. لنأخذ مثلا لو كان أي فرنسي متهم في لبنان لكانت الدنيا قامت ولم تقعد، ليس فقط فرنسي، أي دولة تحترم نفسها وجرى معها أو مع أحد مواطنيها كما جرى مع المناضل جورج إبراهيم عبد الله لكانت قامت الدنيا بكل الوسائل. مع ذلك بدأ التحرك اللبناني على الصعيد الرسمي ب 2018 عندما أرسل الرئيس عون إلى فرنسا وزيرة العدل ومدير الأمن العام، لكن المسائل لا تحل بهذه على الطريقة اللبنانية. اتصلوا ببرنار إيميه وتحادثوا وتوسطوا إلى آخره. جاء 10,000 إخبار للقضاء الفرنسي، وجاء رولان ديما عندما لبنان جاء بإخبار للقضاء الفرنسي ولم يتحرك القضاء الفرنسي، لأنه على ما يبدو أنه لا يتحرك بغير وصاية، سواء وصاية داخلية أو وصاية خارجية. ومع ذلك الظروف الآن متاحة، قد تكون بعد الانتخابات إذا فاز ماكرون أو فاز غيره. نعم. الظروف متاحة الآن، لم يعد بإمكان أو على الأقل أمريكا متهمة بأنها لا تميل إلى فرنسا، وهذا سبب إضافي لتحرك الدولة اللبنانية سياسيا وليس بالواسطة وليس بتبويس اللحى، ولأن يتحرك القضاء بالإخبار لكي يدافع عن مواطن مظلوم ومضطهد وأنهى عقوبته منذ أكثر من 20 سنة، وهو يحتاج إلى القضاء اللبناني لكي يدافع عن نفسه. القضاء عندما يتحرك لأسباب عادلة يدافع عن نفسه، يحفظ مصداقيته، ويقدم للرأي العام وخاصة الرأي العام اللبناني أنه غير مرتهن للقضايا السياسية الداخلية والوصاية الخارجية. شكرا لك قاسم عز الدين، وأيضا محمود واثق وشارل أبي نادر على المشاركة في القسم الأول من التحليل. يا مشاهدينا، فاصل ونحلل بعده قضية اليوم. دمشق وعلاقاتها مع الدول العربية، أين هي الآن بعد عشريات الحرب؟ مسؤول عربي كبير ينقل للميادين وضعيتها وتدرجها خلال العام الماضي، العلاقات الأردنية السورية وتطورها، وما مبررات العودة العربية إلى دمشق؟ أهي مراجعة ذاتية وأين واشنطن منها؟ في الانفتاح العربي على دمشق الملفت عدم ذكر إيران نهائيا في أي حوار، وهي التي كانت سابقا مشكلة العرب في العلاقة ونقاشها مع سوريا عموما، فإن أي انفتاح على دمشق لن يعدل في موقفها الثابت من إسرائيل ولن يغير موقفها من التطبيع. في مقالة الزميلة ديما نصيف للميادين نت، كانت واضحة الرسائل التي حملها ما قاله مسؤول سوري كبير لها عن الانفتاح العربي على سوريا بعد نحو 10 سنوات من القطيعة
ومحاولات طرح قضية التطبيع مع إسرائيل. إعلان الديوان الملكي الأردني عن اتصال بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني عكس جدية الانفتاح العربي على سوريا، لكن هذا الاتصال لم يكن الأول في نوعه، يكشف المسؤول السوري للميادين. فالتواصل بين الجانبين يعود إلى العام الماضي، وخلاله وقبله زار أكثر من مبعوث ملكي قصر الشعب، مشيرا إلى أن الوقت حينها لم يكن مناسبا للأردن للإعلان عن هذا التواصل. لكن ألا يمكن أن يكون أحد أهداف هذا الانفتاح العربي تطبيعا سوريا إسرائيليا؟ احتمال ينفيه المسؤول السوري ويؤكد للميادين أن سوريا لن تعدل موقفها من إسرائيل ولن تحيد عن جبهة الصراع معها، وهي لن تغير موقفها من التطبيع الذي ترى أنه خطأ ومضر بمصالح العرب ومصالح الشعب الفلسطيني. في هذا السياق ترى سوريا وفق المسؤول أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الطرف الفلسطيني الذي طبع من خلال اتفاقية أوسلو. بالرغم من ذلك تؤكد سوريا أنها ستعمل وفق استراتيجية استثمار الممكن والمطلوب من العلاقات العربية العائدة من دون المساس بثوابت الصراع والموقف السوري المقاوم. وعن العلاقة مع إيران، وإن كانت قد طرحت على طاولة الحوار مع دول عربية، يشدد المسؤول السوري على أن طهران لم تذكر نهائيا في أي حوار، ويرى في هذا الموقف رغبة عربية في تحسين العلاقات مع إيران بعدما كانت علاقتها بدمشق تمثل جوهر مشكلة العرب في العلاقة مع سوريا. التحسن في الموقف العربي يعود وفق المسؤول السوري إلى فقدان الدول العربية الثقة بالسياسة الأمريكية وتقلباتها، مع فشل المشروع الأمريكي في سوريا من جهة وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان من جهة أخرى. إلى محللة الميادين للشؤون السياسية والثقافية ديما نصيف. ديما، يعني لم يكن الوقت مناسبا وأصبح الآن مناسبا. أود الحديث معك ربما بشكل عام، سيستفيد أكثر ربما عن الواقع الأردني الزميل محمد فرج. ما الذي حصل الآن وأصبح الوضع مناسبا، وماذا في الخلفيات؟ يعني لم يكن مناسبا بأن تعلن الأردن عن هذا الاتصال، يعني هذا تقدير لدمشق بأنه، لأن الاتصالات بدأت منذ عام تقريبا وأن تطورت بشكل تدريجي، ولكنها بدأت. يعني لم يكن الإعلان الأخير هو الاتصال الأول بين القائدين. بكل الأحوال يعني لم يتغير شيء في ثوابت دمشق ولا في قناعات دمشق تجاه الأمور التي تم تناولها في المقال، يعني لجهة العلاقات العربية العربية أو حتى التطبيع مع إسرائيل أو حتى العلاقة مع إيران. ولكن لأن الانفتاح العربي طرح كل هذه التحليلات والتأويلات التي نسمعها ونقرأها طيلة الوقت بأنه هذا الانفتاح لديه هو مقدمة لكي يكون هناك تطبيعا أو إقناعا للجانب السوري بأن يكون هناك تطبيعا مع إسرائيل، على اعتبار أن التطبيع مع سوريا، أنا أعتقد بأنه إسرائيل أكثر حرصا بأن يكون التطبيع مع سوريا أكثر من كل يعني الأطراف الأخرى التي طبعت معها. وبالتالي هناك يعني إعادة توضيح أو إعادة تثبيت لقناعات لم تنزح عنها دمشق طيلة هذا الوقت وطيلة هذه السنوات، حتى في سنوات الحرب وحتى الضريبة الكبرى التي كانت في الحرب. ولكن كان هناك الكثير من القراءات التي تقول، وإن كان من الزاوية الاقتصادية ربما، يعني سوريا يعني الآن في وضع اقتصادي خانق، هناك عقوبات قيصر، وإن كان يعني هناك محاولة لضوء أخضر أمريكي يتسرب من حين إلى آخر وفي قرار وآخر بأن تتخفف دمشق من عبء هذا القانون أو هذه العقوبات، ولكن ترد دمشق بأن كل هذه الأمور وبمعزل عن النوايا هي لن تغير في هذا الأمر، لا في قراءتها للتطبيع مع إسرائيل الذي اعتبرته مضرا بمصالحها ومصالح الطرف الفلسطيني، وأيضا لم تذكر إيران حتى يتم النقاش إذا ما كانت المقايضة، هل العلاقة مع إيران هي ربما تكون ثمنا لهذا التطبيع العربي العربي؟ لم تذكر إيران في أي في أي حوار مع أي دولة عربية في الآونة الأخيرة،
وكذلك أيضا بموضوع أن يكون البوابة الاقتصادية هي لأن تنجر سوريا إلى تحالفات لم تكن لتقبل بها رغم كل الضريبة الكبيرة والطويلة خلال سنوات الحرب. سوريا لن تنجر لتحالفات تتناقض مع ثوابتها وتتناقض مع قناعاتها التي حتى الآن هي تصر على الدفاع عليها وأن تبقي عليها كما كانت. محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج، مبررات التواصل الأردني مع سوريا سيما وأنه ليس الأول، هو منذ عام بدأ. يمكن الحديث عن محطات أساسية علا، بأنه خلال الفترة الماضية يجب الانتباه لأن هنالك كان ثلاث أحداث رئيسية ومهمة: لقاء وزراء الطاقة، لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان، وفتح حدود جابر. وهذا يعبر بشكل أو بآخر عن المسارات التي تشكل المنافع بالنسبة للجانب الأردني. هذه المنافع يمكن توزيعها باتجاه اقتصادي وباتجاه سياسي وباتجاه أمني. في المستوى الاقتصادي يمكن الحديث بأن الأردن خلال عشرية النار، خلال هذه السنوات العشر التي تعرضت فيها الحدود لإغلاق نهائي، قد خسرت من ناحية الصادرات ما يصل إلى 20 مليار دولار. هذا فقط من ناحية الصادرات التي كانت يجب أن تصل إلى مواقع كثيرة، منها تركيا، منها لبنان، منها أوروبا الشرقية، من خلال سوريا. إذا كان هنالك مخسر اقتصادي كبير لا يرتبط فقط أيضا بالصادرات، يرتبط باستيراد المواد بأسعار تفضيلية التي كانت تمنحها سوريا إلى الأردن. الجانب الآخر هو الجانب الأمني. شمال الأردن منطقة متوترة، والأردن بات يعرف الآن وبعد هذه السنوات من الحرب أنه لا مناص، لا مفر، لا بديل من التنسيق مع الدولة السورية لضبط الجانب الأمني في هذا المكان. لا أحد يعلم، لا أحد يعرف متى يغادر الأمريكي ومتى ينسحب ومتى يترك أي مكان في العالم سواء كان حليفا أم خصما، يتركه ليواجه أي شكل من أشكال الاضطرابات الأمنية. في الجانب السياسي هناك مناخ عام في المنطقة، شعور من قبل حلفاء أمريكا، أصدقاء أمريكا، من راهن على الأمريكي هنا أو هناك، شعور بالخذلان بأن الأمريكي قد يغادر في أي لحظة ويترك لهذا البلد أولويات وآليات الترتيبات الخاصة به على كل الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يجب عليها أن يخوضها وحده. نقطة أخيرة علا، بأنه في الجانب السياسي ثم تحرك شعبي كبير في داخل الأردن، ثم التفاف كبير في الأردن على المستوى الشعبي يطالب بأقصى درجات الانفتاح على سوريا باعتبارها ليس فقط رئة اقتصادية، هي رئة اجتماعية تاريخية سياسية. فبالتالي يمكن القول بأن هذه الخطوة على المستوى الرسمي الأردني تتفق تماما مع المزاج والمناخ الشعبي فيها. ناصر اللحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، إسرائيل أين من هذا التقارب أو هذا الانفتاح؟ نعم، إسرائيل خسرت أكثر من مرة رهاناتها لأنها بدلت رهاناتها، في كل مرة كانت تفاجأ بالخسارة. خسرت قوة الردع، وهذا أيضا مشمول بالمحور ومحور المقاومة والإقليم. خسرت المواقع الأمريكية حيث هناك تراجع أمريكي في سوريا والعراق. خسرت ريانا على مجموعات مسلحة وأنها مسألة وقت وداعش تسيطر على سوريا كما العراق. وخسرت حربها ضد قواعد حزب الله وإيران في داخل سوريا باعتبار أنها الآن أصبحت من المسلمات البديهية. أما في العلاقات فقد استثمرت استراتيجيا وغيرت بأنه يجب، وهذا في فترة ترامب، إقامة مستوطنة ترامب في الجولان ينهي الصراع، وتدير إسرائيل ظهرها للقضية العربية واتضح العكس. اثنين، تخلصت من القوات الدولية على الحدود وأرادت استبدالهم بمجموعات عسكرية، منيت الجماعات العسكرية بالهزيمة رغم ما قدمته من دعم فعلي ودعم بروتوكولي ونقل للمستشفيات وأسلحة، ولم تصمد المجموعات المسلحة بدل الجيش السوري. بقي مسألة الغارات، الغارات بررها نتنياهو حين بدأها 2012 بأنه هذا لمنع وجود حزب الله وإيران في سوريا، والآن كل الناس والمحللين قاسي والداني يعرف أنه من الثوابت وجود حزب الله وإيران في سوريا. أعود إليك ديما، أمام كل هذه المتغيرات حدود هذا الانفتاح، يعني واضح بأن دمشق تستطيع أن تستثمر في هذا الانفتاح العربي معها، وطبعا يعني لا شك بأن العرب هم من جاءوا إلى دمشق. دمشق طيلة هذه السنوات
وهذه يعني ليست فقط ميزة في السياسة السورية، وإنما أيضا رؤية ربما كانت موجودة لدى القيادة هنا في سوريا، بأنه يعني لابد أن يأتي هذا اليوم الذي يتم فيه المراجعات بهذه الطريقة، ويقول العرب بأنه لابد من الحديث مع دمشق ولابد من عودة العلاقة مع دمشق. وكنا نسمع أصواتا أيضا في أوقات سابقة يعني تطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية كي يتم الحديث معها، حتى فيما تطالبه بعض الأطراف العربية يعني التي تقول بأنه يجب على دمشق أن تكون جدية في العملية السياسية، يجب أن يكون هناك تغيير في سلوك القيادة السورية إلى ما هنالك من هذه الأمور. حتى هذه الأطراف التي كانت تطالب بأن تعود دمشق إلى الجامعة العربية كانت تقول على الأقل كي تبحثوا معها هذه الأمور التي تقولون بأنها يعني لا تريد أن تبحث بها. وبالتالي هذه العودة تعرف دمشق بشكل واضح، ويعني واضح بشكل يعني شديد، بأنه لن يختلط ولن يعني يجر المربعات إلى أماكن أخرى. بمعنى أنه حتى في هذا الانفتاح العربي العربي والذي بدأنا نشهد من خلاله ربما رحلات جوية إلى بعض البلدان العربية من قبل السوريين، وربما هناك أطراف من هذه أو يعني بعض هذه الدول العربية قد طبعت مع إسرائيل، لكن هذا أمر مختلف تماما، لا علاقة للتطبيع ولا علاقة للعلاقة مع إيران بموضوع التطبيع مع إسرائيل. هذا أمر تحسمه دمشق، لأن المناخ والمزاج حتى الشعبي بشكل سريع علا، حتى المزاج الشعبي في لحظة من اللحظات كان يتوهم، أو بعض أطراف المزاج الشعبي إن صح التعبير كان يتوهم بأنه ربما التطبيع يكون هو الحل أو هو نهاية هذه الأزمة التي استطالت إلى 10 سنوات. دمشق تجيب سريعا بأنه لا علاقة لهذا الأمر، لأن كل الدول التي طبعت مع إسرائيل لم تعش هذا الازدهار الموعود، ولم تعش هذا الرخاء الاقتصادي الذي أوهمته والذي كرسته والذي سوقت له وسائل الإعلام. وبالتالي هذا الأمر موجود لدى البعض، ولكنه لن يغير في قرار القيادة السورية تجاه محمد فرج الثوابت واتجاه هذه المبادئ. أمام كل ما طرح محمد، هل نفهم أنه كان في ثمة عرض للتطبيع قدم إلى دمشق ومن من؟ قد يكون تم عرض بهذا الشكل أو بآخر، وربما يكون الهدف الأساسي منه استثمار لحظة بأن يقال بأن سوريا تعيش لحظة اقتصاد خانق، تعيش ظروف صعبة، ولكن ربما اعتقد البعض من هنا أو هناك أن يكون هنالك فرصة للنفاذ من هذه الثغرة لتمرير مشروع التطبيع إلى دمشق. ولكن يمكن هنا تشريح المسألة بالاتجاهات التالية: أن سوريا هذه ليست المرحلة الأولى أو المحطة الأولى في حياتها السياسية التي تتعرض لظروف قاهرة. سوريا تركت وحيدة عام 1973 بعد الغدر المصري بقيادة أنور السادات في حرب أكتوبر ولم تطبع. سوريا تعرضت لظروف صعبة في بداية التسعينيات بانهيار القطب الأكبر الذي مثل لها شكلا كبيرا من الدعم المتمثل بالاتحاد السوفيتي، وأيضا لم تطبع. احتلت العراق على حدودها وجاءت كل القوات الأمريكية بالأعداد الكبيرة ولم تطبع. هذه مرحلة تعودت عليها سوريا ولن تطبع بأي شكل من الأشكال، لأنها تعودت على هذه المراحل الصعبة. تكملة ودعما وتعزيزا لما قالته الزميلة ديما في هذا الاتجاه، بأن مسألة التطبيع والازدهار هذه الثنائية، هذه على فكرة سلعة منتهية الصلاحية غير صحيحة. لو طبقناها على مشروع التطبيع القديم أو على مشروع التطبيع الجديد، كل المؤشرات الاقتصادية تقول بأن التطبيع لم يأتي بالسمن والعسل لأي دولة من الدول. مصر زادت ديونها، الأردن زادت ديونها، ميزان التجاري في الأردن يصل إلى سالب 9 مليار، الميزان التجاري في مصر يصل إلى سالب 34 مليار. حجم الصادرات التي كانت تذهب من مصر باتجاه إسرائيل أقل من حجم الصادرات التي كانت تراهن فيها إسرائيل على استغلال السوق المصري. إسرائيل استغلت الأردن ومصر لتفتح ما يسمى المناطق الصناعية المؤهلة، ولكي تجلب المزيد من الأموال باسم الاستثمارات الإسرائيلية. إذن هذا المشروع التطبيعي القديم لم ينجح من مستوى أو من ناحية المؤشرات الاقتصادية، ولم يكن هنالك ولم تتحقق ثنائية الازدهار والتطبيع. أما فيما يخص التطبيع الجديد على سبيل المثال، الخليج
الخليج والسودان، فالخليج يتم امتصاص أمواله لغايات مشاريع استثمارية. هذا ما يقال عن مشاريع ندية أو مشاريع شراكة، هذا المسمى مغلوط على المستوى اللغوي والتقني والعملي. لا يوجد شراكة، يوجد تمويل من قبل دول الخليج لمشاريع تستفيد منها الشركات الإسرائيلية هنا أو هناك. بالنسبة للحالة السودانية، تحاول إسرائيل أيضا أن تركب مجموع ديون على الاقتصاد السوداني لصالح الشركات الإسرائيلية. ناصر، زيارة نفتالي بنت إلى موسكو هل لها أي علاقة؟ في الحقيقة التلفزيون الإسرائيلي يتحدث منذ 3 أيام حول هذه الزيارة، وكالعادة تماشيا مع ما دابت عليه إسرائيل أيام بنيامين نتنياهو وأيضا نفتالي بنت يقول ما يريد، ولكن من يتابع الأخبار الروسية يجد العكس تماما، بمعنى أنه يتم تسويق هذه الزيارة للقضايا الداخلية. يحاول نفتالي بنت منذ يومين أن يتحدث عن قضيتين، واحد أنه سيزور الإمارات، ثانيا أنه هناك انسجام بين تل أبيب وموسكو في محاربة إيران وتقليص تواجدها في سوريا، وكذلك طرد حزب الله باعتبار أنه صار يثقل على روسيا. ولكن هذه دعاية إسرائيلية، وإن كانت تنشرها بعض وسائل الإعلام العربية أيضا، الهدف منها منافسة بنيامين نتنياهو داخليا على محبة بوتين. الحقيقة أنه روسيا تعيد ترتيب نفسها وليس إسرائيل، الذي بادر وقبل هذه الزيارة، الذي خطط لها، الذي أراد أن يوصل رسائل إلى إسرائيل وإلى ما وراء إسرائيل أمريكا هي موسكو. وموسكو تعيد ترتيب نفسها بحيث أنه لوحظ مؤخرا صعوبة في الغارات الإسرائيلية على سوريا، والعكس ما قاله السيد حسن نصر الله قبل يومين الرد على النتف، على التنف، هذا صفحة جديدة للرد بالعين بالعين والسن بالسن، وهي مؤشر أن إسرائيل هي أول من سيدفع ثمن السياسة الجديدة محور المقاومة، وهو الرأس بالرأس. أعود إليك ديما، انطلاقا تحديدا من جملة أنه إيران لم تعد مشكلة العرب في العلاقة ونقاش مع سوريا، من هنا أود أن أسألك ماذا يفهم من هذا الكلام وهذا التطور، وهل ستستطيع سوريا حصر علاقتها العربية فقط بالمصالح المشتركة؟ يعني ربما يفهم بأنه لم يعني بتت تعرف كل الأطراف العربية بأنه ليس موضوع نقاش نهائيا مع دمشق العلاقة مع إيران، لأن دمشق يعني أغلقت باب هذا النقاش في كثير من المرات وأوضحت بشكل واضح وصريح بأن العلاقة مع إيران ستبقى بهذا الشكل عفوا، ولن يكون هناك أي تغيير في هذه العلاقة ولا في هذه الاستراتيجية ولا في هذا الحلف الاستراتيجي الذي تؤكد في كل مرة دمشق على وجوده مع الطرف الإيراني في كل التصريحات الرسمية، في كل الزيارات التي يقوم بها مسؤولون إيرانيون إلى سوريا تذكر هذه الجملة، وحتى في البيانات الرئاسية تذكر هذه الجملة. وبالتالي قد يفهم من هذه الكلمة بأنه لم يعد هناك ذكر لإيران في الحوارات بين دمشق والأطراف العربية، بأن الأطراف العربية باتت تعلم تماما بأن هذا الأمر غير قابل للنقاش، وأيضا لأن دمشق أعادت وأكدت بأنه لم تعد حتى إيران بالنسبة لهم يبدو كما تسرب هذه الأطراف العربية، ولكن بل على العكس هي تريد أن تحسن العلاقة مع إيران، لأن هناك خيبة كبيرة من المشروع الأمريكي ومن الفشل الأمريكي، وخاصة فيما كان في الانسحاب الأخير الذي كان بهذه الفوضى وبهذه التداعيات الخطرة إن صح التعبير على المنطقة، لو لم تسارع الأطراف المحيطة بأفغانستان لتطويق هذا الفراغ الذي سيتركه هذا الانسحاب الأمريكي وهذا الخراب الذي خلفته واشنطن وراءها كما تخلف في كل البلدان التي تحتلها. محمد فراج، وبالتالي هذا كما ترى دمشق بأنه ربما يكون تغيرا في أيضا في مزاج الأطراف العربية تجاه العلاقة. محمد فراج، بشكل سريع انطلاقا من هذه النقطة، اليوم واشنطن أين من هذا التقارب، وكيف سيعزز التراجع الأمريكي من هذا الانفتاح؟ يعني ببساطة المشهد الأفغاني، مشهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ما زال حاضرا في أذهان الجميع. هذا المشهد لم يتلاشى من أذهان هذه الأنظمة، تعرف
جميع الجهات الحكومية التي راهنت على التحالف مع الأمريكي أن الأمريكي يمكن أن يغادر في أي لحظة، فبالتالي نحن أمام شكلين من الأحلاف، حلف يتفسخ وحلف يتوثق ويتعزز. الحلف الأمريكي بطبيعة الحال هو الحلف الذي يتفسخ، وباعتقادي أن الأنظمة العربية بدأت تشتم رائحة المغادرة الأمريكية ولربما تبحث في خيارات بديلة. بالمناسبة الوجود الدبلوماسي حتى الإيراني في المناطق العربية كان يسمح له بالوجود، ولكن كان يمنع من الدعوة لفعالياته الثقافية داخل العواصم، كان يمنع من الدعوة أو الإعلان عن المنح الطلابية والعلمية لتدرس في إيران، كان يسمح لها بأن تأخذ هذه الطلبات ولكن تمنع من أن تعلن عنها. فبالتالي أعتقد أن هذا السلوك من هذه الأنظمة مع إيران من هذه الدول أو الأطراف الرسمية سوف يتم تخفيفه، لأنها تعرف جيدا بأن الرهان على الأمريكي بدأ ينضب. في الشق الآخر يمكن القول بأن المحور الآخر محور المقاومة الوثائق بينه تتعزز. لم تبع إيران سوريا برسم تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، لن تبيع سوريا القضية الفلسطينية بأي رسم، لم يبع هذا المحور بأي عنصر من عناصره تحت أي شكل من أشكال التكلفة أو الأثمان التي تعرض عليه بشكل أو. وعليه أسألك ناصر، هل بعد ممكن أن تتحرك بمكان إسرائيل؟ هل من خيارات أمام أخرى تلجأ إليها للعرقلة؟ تعالي علا بإيجاز نرضي جميع الأطراف، جميع الأطراف وجميع تحليلاتهم. هناك جهات تقول إنه أمريكا تعيد انتشارها، سحبت قواعدها من الخليج إلى الأردن وستسحب جيشها من العراق وسوريا، موافقون النتيجة واحدة. أو هناك من يقول إنه سوريا انتصرت كما يقول محور المقاومة، ماشي النتيجة واحدة. وهناك من يقول لا 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 هذا ولا ذاك، الجماعات العسكرية التي تحارب وتقاتل في سوريا هزمت، ماشي النتيجة واحدة، مهما كانت النتيجة واحدة، سوريا تتعافى. كل الشكر لك ناصر اللحام، محمد فرج وديما نصيف. مشاهدينا يبقى الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.